والكل اهلي وناسي والكل ذاكر وناسي. اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام واللجنه القديره. تفضل يا فيصل. الله حيك. طول عمرك. مسهلا. شلونك؟ الله يطول عمرك. ابشرك. وجهك هناك. مرحبا. شلونك؟ ابشرك. طيب. على ما تحب. الموهبه مقدم. مقدم تفضل. ابشرك. انا متسابق. على خشمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عزيز سلمي. 70 نعم. موهبتك طال عمرك. موهبتي والله كل شيء. وما عندي شيء. لا عطنا. عطنا موهبتك. كل شيء ما في كل شيء. موهبتي منشد. طيب سمعنا. ما بسمعك. طرا. لا هذا مو مقدم. هذا مو مقدم. ابدا مو مقدم. مقدم. هذا مو مقدم. ابدا مو مقدم. المقدم ياخذ اريحيته مع الضيف. هذه ما يحتاج. سال عني بيقول لي لا تقول ما عندك شيء. ايه. طيب تقدم على برنامج ليه؟ والله كذا بس يمكن تلقى حال حظ معي ويلقى حال. تقول منشد سمعني صوتك. ما ابي يا اخي. طيب افترض انك مقدم الحين ومنشد قالك ما بسمع ما ابي اسمعك صوت. وش تقول؟ الغي تلقى الفقره. الغي الفقره. الله يوفقك ان شاء الله. طول عمرك. وش غير المقدم؟ احيانا شاعر. احيانا باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله. تفضل. أخوكم فيصل الحازب. نعم. العمر 27. عندي شغف في الإعلام. أحيانا شاعر. أحيانا تبني عرق من خالي. سلامتكم. خالك وديه. وصلت. نعم. ما عليك زور. شاعر. الله يطول عمرك. ورقص. جعل عمرك طويل. فيصل. أين نبدأ؟ مقدم وإيش؟ أحيانا شاعر. أحيانا يعني الأساسي مقدم. فيصل. أي مقدم. أنا أعرف. خالك وديه. شاعر من الله يطول عمرك. حطان الحسن. الشعر احيانا يجيني واحيانا لا تقول احيانا يا ايه يا ابيض يا اسود احيانا سر اصر على احيانا ما في. قدم لنا يا فيصل. قدم برنامج. قدم برنامج رسمي الان قدامك هذه الكاميرا. سويت تغطيات البرنامج على كيفي. سوي تغطيات اعتقد. وين؟ تسوي تغطيات صحيح؟ في المناسبات العامه والسنابات. طب اعطيك قصيد؟ اللي ودك اللي عندك قوله. يقول الله يا حلم انت حلمته اليوم صحيت منه ودي انه حقيقه مستقبلي قبلته اليوم في النوم لقاءنا وفراقنا في دقيقه. طيب طيب. طول عمرك. تقديمك كيف يصل؟ نبه تقديم على خشمي. على الطيب. مشاهدينا الكرام نعيد. مشاهدينا الكرام مرحبا والله ومسهلا. احنا الكاميرا اللي طالعه وين؟ هذه الكاميرا. الكاميرا هنا زاويه الهنجر. شوف الكاميرا شوفينها. مشاهدينا الكرام مرحبا والله ومسهلا في برنامج من انتم. نتشرف اليوم بانضمام كوكبه اعلاميه. نرحب بالاستاذ فهد معيان والاستاذ تركي الدوسري والاستاذ علي الغامدي. مرحبا والله ومسهلا. نبدا باخونا الاستاذ فهد معيان. مرحبا ومسهلا طال عمرك. الله يرحبك ويحييك استاذ فيصل. سعيدين ومتشرفين بتواجدك معنا طال عمرك. تسلم. الله يطول عمرك وهذا مما يزودني. طال عمرك طويل يا حبيبي. وكذلك نرحب بالاستاذ تركي الدوسري. مرحبا ومسهلا. حياك الله يا سعيدين ومتشرفين بتواجدك معنا طال عمرك. كذلك مرحبا ومسهلا. وكذلك نرحب بالاستاذ علي الغامدي. مرحبا ومسهلا. الله يحييك ويبقيك يا حبيبي. حياك الله. طول عمرك. عمرك يا حبيبي. تواجدكم معي شرف لي كبير. الله يطول عمرك. فيصل كمل. أبعلمك. أبعلمك. انت عندك سكبه. عندي ايش؟ سكبه. الله يطول عمرك. ممتاز وثقيل. مش ثقيل دم يعني ثقيل ك اسلم رجل ثقيل ما انت بخفيف. الله يطول عمرك. فهمت كيف بتتعايش مع كيف بتتعايش مع واحد اسمه عبد الله الدريبي جانا قبل شوي طوله متر ونص ما يعرف يوقف. بمشي على المنهج اللي انا عليه وخلي على المنهج اللي على القصير كنا ميشيل سريع مره وبطاطه كبار. لا خليك على النهج اللي انت عليه. لا تصنع. خليك على النهج اللي انت عليه. طيب حذفك وهرب. روحت بعلبة موية هرب. ما هم يقولون ايش يبان ايش يقولون؟ نزعك ابن العم فهو زع حذر ابن العم لا تنزعي. طيب انت الان في النص اكررها فشتك. انت في النص في ناس قبلناهم عمرهم 19 في ناس قبلناهم عمرهم 45. امشي على عقلية ذا وامشي على عقلية ذا. يعني كل واحد تعطيه جوه. امشي على جوه. طيب قابلك واحد خبل. طيب خلك على جوه. انت منك لو عاندته خسرته. لو ما مشيت على ناجي امشي على خليك بعيد كل بلاد. هذا كلام سيختلف. الله يطول عمرك. والله يطول عمرك اقول لك هذا كلام غير منطقي. غير منطقي؟ اي مو منطقي. امشي على جوهم عشان تعيش معهم. انا 90 يوم. انا اكتفيت صراحه. الله يطول عمرك.
انا فهد اصبر. احنا اليوم لازم تشفير اصبر، مو الجمهور لازم يعرف. خذوا راحتكم. لا اكتبها اكتبها بس وجهه نظرك. ابرزوا تمالوا. تبغون اشفر بعد انا؟ لا لا خلاص. المقومات كلها تاتي. انت ايش رايك انت؟ انتوا اثنين مقتنعين؟ لا يهمنا راي. الصوت الصوت يا بابا قفل. صوت اجتماع؟ اجتماع سري؟ لا يبغى حش خاطر بدل اجتماع.